السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. محمد صلاح، محمد صلاح محطم الأرقام القياسية مع نادي ليفربول. محمد صلاح في مباراة ليدز ليفربول وليدز يونايتد انتهت بفوز نادي ليفربول بسداسية، سجل محمد صلاح فيها هدفين وعمل اسيست، بيتصدر ترتيب هداف الدوري الانجليزي برصيد 19 هدف، اكثر من صنع اهداف في الدوري الانجليزي برصيد 10 مساهمات، اللاعب الافريقي الاكثر مساهمة في تسجيل الاهداف في تاريخ البريمير ليج برصيد 160 هدف، احرز 116 هدف وعمل 55 اسيست، تاسع هدافي ليفربول على مدار التاريخ برصيد 152 هدف في جميع البطولات مع نادي ليفربول. أحمد مرتضى منصور ومرتضى منصور وأمير مرتضى منصور المتحدثين الرسميون لنادي الزمالك، كانوا قالوا قبل كده إن المتحدث الرسمي هيكون أحمد مرتضى منصور، لكن كل يوم مرتضى منصور يطلع على القنوات يتكلم في أمور كثيرة، سياسة ورياضة ونادي الزمالك وتعاقدات مع لاعب نادي الزمالك وتجديد تعاقدات ولاعب النادي الأهلي والخطيب، وانت يا خطيب وانت يا موسيماني وتعاقد، كلام كثير يعني. لكن أمير أحمد مرتضى منصور اتكلم بخصوص فرجاني ساسي وقال حتى الآن كل اللي بيتكلموا عن عودة فرجاني ساسي ما هي إلا شائعات يعني، لكن قصة بن شرقي ما لسه ما اتكلمناش معاه، لكن ما عندناش شك ان هو هيجدد. ابو كابل كلمته وهيرجع تاني بعد مباراة الوداد وهنتكلم وهنتفاوض في كل شيء. مرتضى منصور اتكلم مع طارق حامد، هو بيقول مرتضى منصور موزعين المهام، طب مين مدير التسويق، طب مين مدير التعاقدات، طب مين بيتعاقد مع اللعيب، احنا اللي بنعمل كل حاجة، احنا اللي بنطلع نتكلم، احنا اللي بنتعاقد، احنا اللي بنبيع، احنا اللي بنمشي، احنا بنجيب مدربين، احنا مرتضى منصور وأولاده يعني. لكن هنا مرتضى منصور كما أعلن قال لك أنا هجيب اللعيبة وهسجل لهم وإحنا بنتكلم زي ما عملت مع كارتيرون، وهعرض أقول له إحنا قدرتنا كذا. وتاني نادي الزمالك زي ما قول حضراتكم هو عملوا سقف لرواتب اللاعبين وتعاقدات اللاعبين، وهو مليون دولار ده السقف اللي اتحط من قبل مرتضى منصور. ناس كتير كانت بتهاجم النادي الاهلي على انه ازاي مفيش حاجه في الاحتراف اسمها سقف رواتب وتجيب منين، وانا اتكلمت وبح صوتي زي ما بيقولوا كده في الكلام، نتيجه الاسراف في التعاقد مع اللاعبين هذه كانت نتيجه نادي الزمالك السقوط المدوي من الناحيه الماليه، مفيش فلوس يدفع رواتب للاعبين ولا يجدد عقود للاعبين. وبالتالي مرتضى منصور عمل نفس تجربه النادي الاهلي يعني، حاول يتعاقد كل حاجه ماشيه يعني، حط سقف للاعبين. الناس تاني يقول لك ليه يا عم في لاعب مش عارف، عندناش الفروقات الشاسعه يعني، عندناش ميسي يعني في كره القدم المصري، ده احنا عندنا بسم الله ما شاء الله اليو ديانج، ومعظم الناس وانا واحد منهم بنتكلم على ان اليو ديانج مستوى اعلى بكثير من مستوى الدوري المصري. انما تجيب مين بقى اللي يتعاقد، والنادي الاهلي كان جابه بكام؟ النادي الاهلي كان جابه اقل من مليون دولار، اقل من مليون دولار من النادي الجزائري. لكن زي ما بقول لحضراتكم في النهايه النادي الاهلي في حته تانية، كله بيقلد النادي الاهلي. لكن الاعلام غريب، الاعلام غريب، تشويه النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي واحداث فتنه حوالين النادي الاهلي. النهارده زي ما انتم عرفتم يعني كان في كلام بخصوص المدير الفني لكره السله بالنادي الاهلي اوجستي، وحدوث مشاده مع احد مسؤولي النشاط الرياضي في كره السله، وهو تقريبا اسمه سيد صابر مدير قطاع ناشئ النادي الاهلي. كان في كلام دار ما بينهم بخصوص اللاعب تومسون محترف السله في النادي الاهلي بيتناقشوا، فاحتد الكلام في النقاش. اوجستي طلب انه ده ما حدش يتدخل، طبعا ده سيستم موجود في النادي الاهلي، والموضوع اترفع للكابتن محمود الخطيب وهيتاخد فيه قرار، المخطئ هيجازى وهيعاقب، ما عندناش ان احنا الجدل والهيصه. لكن في كلام وحصل، لكن يطلع بعض الناس، مهيب عبد الهادي تحديدا يطلع من خلال صفحته على تويتر يكتب مشادة ما بين مش عارف ايه والكلام ايه والموضوع تطور وما رجع في قطاع النشاط الرياضي احد مسؤول النادي من النشاط، وهوب بعد كده يروح حذف البوست زي ما عملها كتير قبل كده، عمل القصه دي كتير، يكتب بوست ويلاقي الكلام كده مش مظبوط يروح حذف البوست يعني.
لكن هو نزل وكتب عمل بلبله وعمل ازمه، وجماهير واعلام نادي الزمالك خد القصه، وفي صفحات الزمالك خد قصه، وادي الاهلي وادي القيم وادي المبادئ وادي الخناقات وادي البتاع، خدوا مننا كهرباء وخدوا اجوستي اشعلنا النار في هناك وعملنا مش عارف كلام ملوش لازمه. طب ما تسيب البوست يا حبيبي، ها؟ لكن ايه اللي بزمته ترمي كلام زي ما يكون واحد بيرمي كلام ويجري، يرمي كلام ويجري. ايه بقى؟ في نفس الوقت يطلع على صفحته انا عملت، يطلع على البرنامج اللي بيقدمه انا عملت مكالمه يا جماعه مع طارق حامد، وطارق حامد زي الفل، بس هو بيحافظ على نفسه، وده الاحتراف. المدير الفني ونادي الزمالك كانوا عايزين طارق محمد معاهم في الرحله بتاعت المغرب، لكن طارق هو اللي اصر انه يقعد هنا ويستمر علشان يرجع، هو ده الاحتراف يا جماعه. انا عايز اسال احتراف ايه؟ عندك الطبيب نادي الزمالك قال لك ان قال انه سليم، المدير الفني بناء على كلام الطبيب قال انه سليم، طلب الراجل رفض، ايه الاحتراف في كده؟ الاحتراف ان انا اسمع كلام المدير الفني، امشي من خلال التقارير الطبيه، مش انا بمزاجي اللي اعمل وما اعملش. لا لا، وانا ما عندوش مشكله في التجديد يا جماعه، طارق حامد هيجدد ومفيش اي مشكله، وخصوصا ان كل الامور متساويه في نادي الزمالك حاليا، مفيش هتلاقي فروقات في الفلوس وبتاع، لكن بيطبطب على نادي الزمالك. على الجانب الاخر محمد شبانه زي ما ادي مهيب عمل لنا ازمه في قصه السله، وراح شايل البوست التويته اللي كتبها تاني على تويتر. عندك على الجانب الاخر محمد شبانه بيطلع في البرنامج اللي بيقدمه، طالع بيتكلم بيقول لك ايه؟ النادي الاهلي بيفكر في رحيل الثلاثي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبدر بنون. يا اخي انا همشي معاك حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، اتنين سلام وموجودين في الملعب واقفين على رجلهم، على الرغم ان طاهر عنصر اساسا من عناصر بيت موسيماني الاخيره، سواء في كاس العالم او في مباراه الهلال الاخيره يعني، وحتى وحسين الشحات لعب مباراه المقاصه وبيرجع، لكن هعتبر معاك ان كلامك، شوف انا هروح معاك كلامك صحيح. بدر بنون اسوقه ازاي؟ بدر بنون كل الجرايد عارفه ان هو قاعد ما بيلعبش بسبب مضاعفات كورونا، مين النادي المجنون اللي هياخد بدر بنون من غير ما يشوف واقف على رجلي على رجليه؟ لا هم بس هم حطوا شروط، لجنه التخطيط قال لك لازم بيتس عثماني يواجه وفي نفس الوقت يحدد لنا البدايل ويقول لنا مش عارف ايه، اي كلام في اي في نفس الوقت كلام. برضو مهيب بيتكلم عن سمع الكلمتين اللي قالهم بيتس عثماني بخصوص لما قابلت فينجر ارسن فينجر وقال لك ده ديانج عندك لاعب رهيب ولاعب جيد وبتاع، فهو راح ضارب خبر ارسنال يتفاوض مع النادي الاهلي لضم اليو ديانج علشان موسيماني قال هي اي حاجه واي كلام واي هري واي بتاع وخلاص يعني. نفس الوقت بدر بنون لسه بدر بنون نادي الاهلي بكره هيتعمل له اشعه رنين، هيتم تحديد مدى جاهزيته، والله لو الاشعه طلعت ان هو تمام التمام خلال اسبوع هتلاقيه نازل في التدريبات هو ونبيل كوك. ده اخر اخبار، لكن النهارده لاعب ما لعبش وعنده مضاعفات كورونا وكان في تقارير وناس بتتكلم واشاعات الراجل عنده مش عارف ايه، ده ضعف في القلب والتهاب على مش عارف ايه، ابيعه ازاي يا محمد يا شمانه؟ مجدي عبد الغني ها الناحيه الثانيه الاهلي ونتحاسب ونعمل وميكيسوني، والناحيه الثانيه لا مرتضى منصور تعهد انه هيستخلص الصفقه الخاصه بتاعت لاعب طلاع الجيش مهند لاشين لاعب منتخب مصر وهيضمه النادي الزمالك. هنا كل حاجه الزمالك صح تمام، الزمالك المديون، الزمالك اللي فيه مشاكل بين الاداره والمدير الفني، الزمالك اللي مش عارف يجدد لعيبه، لا كله تمام، الاهلي عنده مشاكل، كل لعيبته عايزه ترحل، كل لعيبته عايزه تمشي، كل لعيبته جاي لها عروض، كل لعيبته بيتس موسيماني مش راضي عنها، كل لعيب ايه يا عم ايه يا عم دنيا الا كل اللعبات اللي حتى الخناقات والضرب والكلام ده كله في النادي الاهلي يعني، لكن نادي الزمالك بسم الله ما شاء الله تمام التمام زي الفل يعني. طبعا خالد الغندور زعلان علشان خاطر الاسماعيلي وقال لك رغم النتائج سلبيه في 10 مباريات، طبعا الاسماعيلي اتغلب من الجونه 1-0 سبع هزايم وثلاث تعادلات بثلاث نقاط بسبب النقاط مع ايسترن كومباني صاحب المركز الاخير، لكن خالد غندور لسه قال لك بقى 24 اسبوع اسماعيلي وجماهير ما تزعلوش رغم حزني على قيمته والجماهير، بيبرر بقى ليه الاسماعيلي. طبعا انتوا عارفين لو الزمالك اتزنق في نقطه ولا بتاع هيحتاج مين يعني، ولا مين اللي هيدي له النقطه، ولا مين اللي هيعدي له، ولا مين اللي هيفوت له. في نفس الوقت خالد الغندور بيتكلم عن مباراه الزمالك والوداد المغربي على قناه الزمالك، فمستضيف مين؟ احمد عيد عبد الملك. سايبين الوداد وسايبين النتائج الفرقه وسايبين مين يلعب ومين ما يلعبش وتشكيل الفرقتين والكلام الفني، مسكوا في مين؟ شفت مباراه الهلال والنصر، شفت مصطفى غربال ايه رايك في ضربه الجزاء؟ واحد يقول له لا التحام قانوني عادي يا كابتن، كتف قانوني. واحد قال رجل النصر لعب كمان كانت سابها، اصل مفيش فيها حاجه، ويغني ويرد انا ما اعرفش غربال خدوه ازاي من حكام النخبه يا اخي. مصطفى غربال اللي حكم في بطوله افريقيا كاس افريقيا،
مصطفى غربال افضل حكام القاره الافريقيه، مصطفى غربال اللي راح كاس العالم، مصطفى غربال اللي حكم في كاس العالم للانديه، بقى مش عاجبهم بيقول لك وبعدين لف عمل تعبهم مصطفى غربال عشان هو بتاع القضيه. ممكن خلي صدق يا اخي ان هم انا مش عارف ازاي ده في حكام احسن منه يعني، لكن هو اختاروه ازاي؟ ده انت عارف هم اختاروه ازاي؟ فاكر مهدي عبيد لما تم وقف مهدي عبيد، مهدي عبيد راحوا مصعدين مصطفى. يعني الجزائر هي اللي بتورط كل الناس اللي بتجامل النادي الاهلي. ده احنا على كده، احنا نعش والله، احنا بنعشق الجزائر ونتمنى يكون العشق متبادل بين الاهلي وبين الجزائر يعني. لكن انت شايف ان الجزائر متواطئه مع النادي الاهلي بحكامها؟ ربنا يشفيك يا خلوده يعني، ربنا. ولا لو ما انت قلت على قبل كده لما اعترضنا احنا كجماهير النادي الاهلي على الحكم اللي هو بتاع جامبيا بكاري جسامه، طلعت انت قلت ده زي الفل، هو ما ظلمكوش ما عملكوش. لما بكاري جسامه حكم لنا في منتخب مصر في بطوله افريقيا، ايه ده جاي موجه، ده جاي حبه فوق انت حبه فوق وحبه تحت يا خالد يا غندور. يعني في النهايه شكرا على حسن متابعه حواراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.